واثقة الخطى تمشي على المسرح، بتخرج عن النص كتير وبترتجل أكتر، ورغم كتر مشاكلها فنها في الآخر بينتصر. انتصار على المسرح. الحياة كفاح مش جاية على المرتاح، ينفع عنوان لقصتك؟ عنوان جميل جدا ومناسب قوي، لايق عليكي؟ لايق عليا. كفاح بدأ منين؟ بدأ من أول ما بدأت أمثل، لو اتكلمنا على المشوار الفني يعني. ومن قبل؟ لا من قبل عادي، أنا بدأت وأنا في أولى كلية. 13 سنة كلية، ده كفاح. ده بس ليه بقى 13؟ مفيش حد في الدنيا بيشتغل وهو صغير كده وبعدين يبقى مطلوب فيقرر ان هو يشتغل ويعمل رصيد وينتشر وبعدين اتجوز قال ايه يعني وانا جوه الكليه. عشان كده بنصح كل بنت لو ناويه ان هي تتجوز يعني ريت تخلص الكليه، لا مش تعرف تخلص الكليه بعد الجواز مع مشاغل البيت والقال ايه اخلف جوه الكليه، والقال ايه مش هسكت او مخلفه تاني وانا جوه الكليه. قال لا لا، ده انا بروح اللجنه ببطني قدامي. اوف. واول مره اركز ان انا حامل وبمتحن من ايه، انا دايما بخش التخته. فبخشها عادي بقى. اتحشرتي؟ اتحشرت. وبعدين الورقه لما جت فالقال بعشم، ما انا بمتحن بقالي كتير بقى ابتدائي اعدادي ثانوي كله، فالقال بعشم بوطي عشان خاطر فجيت اوطي التخته ضربت في بطني فما بقتش عارفه اوطي، فبقيت طول الامتحان بكتب كده. ما هي ضيقه، ما هي على قد البنات اللي مش حوامل مش عاملين حسابهم هم على قد الطالبات مش الزوجات والامهات مش مدامات. فطول الامتحان بقى كنت قاعده بكتب كده، بس الحمد لله. في مشوارك ساعدك المخرج رأفت الميهي. طبعا. مين وقف في طريقك؟ في عرقله كتير في الحياه. الوقت ساعات يبقى ضدك، الفلوس ساعات، قله اهتمام المخرج مثلا او المخرجين بيكي. مثلا في مخرج مستسهل، منتج مستسهل، ف يعني عينه ما دورتش. يعني انت تكوني انت قدامه لمبه مولعه كده ابولو كبير كده 80,000 واط عشان يشوفك فيقول الله دي كويسه قوي، طب ما انا اجيبها في الدور ده. لكن في مخرجين كانوا زمان يبحثوا ويدوروا مين الجديده دي، الله ده في امل. ف يعني صناع نجوم. ايوه. لا كلميني عن عراقيل. عراقيل ما دي عراقيل، ان المخرجين ما بيشوفوش الحته اللي انت عايزاها، حته وتروحي لها بتميز. الطلعه الاولى انت دورك في سهر الليالي ده ما يتنسيش. ما يتنسيش. ما دي خطوه، ده افيه عايش لحد النهارده. ما دي خطوه. بس خطوه مهمه، مهمه جدا، خلتني عديت المرحله اللي بحكي عليها دلوقتي، مرحله اني يشوفوكي. لا انا خلاص اتشفت وخلاص. ايه اللي انتصار رميته ورا ظهرها مش عايزه تلف تبص عليه؟ مشاكلي مع الاخرين، يعني مشاكلي لو انتبهت لهم مش عارفه امشي لقدام، فانا بسيب المشكله كده متكيسه زي ما هي، ترى ما عرفناش نحلها في ساعتها، فملفوفه كده وفيها قمطه وشنيطه ومسايباها ورا ظهري على الفريزر. هخليك اسقع ورا، انا مكمله قدام لكن هتعطلني. يعني عشان اقعد احل معاك هتعطلني. بتمشي ده على كل الناس؟ كله. عشان ابقى نفسي لازم اتخلى عن حاجات واشخاص كتير. عشان تبقي انتي. عشان تحافظي على انتي. مش هتعرفي تجاملي كل الناس. لازم تقطعي حاجات كتير وتمنتجي. منتج 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 منتج. قصر قصر قصر. بداتي منتجه من امتى؟ من زمان، من وانتي صغيره. لا لا لا، انا مره كنت بصور فمعايا، كان فاكره زمان كان بيبقى في اجنت التليفونات. ايوه. ماشي كله على الموبايل. ايوه. لما يضرب النمره كلها تحت تروح. بعض. ايوه، حرف الالف حرف ب. فمره بفتح الاجنده بتاعتي كده كنت عايز اطلع نمره صحفي، فكان قاعد جنبي الاستاذ رياض الخولي، حاجه كده قديمه كنا بنعملها مش عارفه ايه، فقال لي ايه ده؟ ايه كم التليفونات دي كلها؟ أجنتة مليانة بقى. فقال لي دي كانت ثروة ساعتها، كمية الأرقام دي ثروة. أنت إزاي تضيعي الأجندة بتاعتك؟ أجندة تليفونك بتبقى في إيدك دايماً. زي تليفونك كده مش تستغني عنه. قال لي إيه الناس دي كلها؟ الناس دي كلها مهمة بالنسبة لك؟
قلت له يعني مش كلهم مهمين بس يعني بعضهم. قال لي كم يعني؟ قلت له نص الأجنت. قال لي طيب من تجي قصقصي اللي ملوش لازمة، يومك لا يحتمل الأجنتة دي كلها، شيلي النمرة اللي انت مش عايزاها، خلي اللي انت عايزاهم بس، تعلمي مونتاج. الكلمة دي فضلت ترن في دماغي 10 سنين بنفذها. طب قابلته بعد كده فكرته بيها، أو هو كان بيتكلم تاني عليه، بيقول الحياة لازم يكون فيها مونتاج. قلت له على فكرة أنا بنفذ اللي أنت قلت عليه من زمان، أنا من 10 سنين بمنتج. قال لي وأنا حكيت لك عن ده؟ قلت له أنت ملك المونتاج. فتعلمت بقى جملة عبقرية. أيوة جملة عبقرية عبقرية، قالها بسلاسة من غير ما يقصد، بيحكي عن نفسه. أنا نفذتها. المونتاج في حياتك بيجوز على أي حد؟ آه طبعًا، أي حد يقع تحت مقصلة المونتاج. أي حد؟ أي حد. ايه الميكس اللي في انتصار ما بين اسكندريه والصعيد؟ ايه الحته الصعيدي اللي عندك؟ يعني الحته الاسكندراني كلنا شايفينها، ايه الحته الصعيدي اللي عندك؟ احب اعرف ايه الحته الاسكندراني انت شايفاها فيا. خفه الدم، صح، الروح الحضره، الانطلاق، صح، حب الحياه، صح. برافو عليك، ده طبع الاسكندراني باين ده. ايوه طبعا. وما بتسيبيش حقك. اسكندريه برضه. اسكندريه طبعا. والصعيد برضه. والصعيد الصعيد ما الصعيد بقى بيتهيألي ده اللي دب 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 دب. لما تلاقي حاجه بتقعد تنطلك من الماضي وتطلع لك وتقعد تطلع في دماغك كل شويه، بتتعاملي معاها ازاي؟ اكروشها. حاجه ما انتشتيها وعماله تطلع لك، اكروشها. ازاي اكروشها؟ يعني ما يعني تطنشيها. تطنشيها، انزلها، تنطريها من على دماغك. وده عايز ثقه بالنفس. يعني انك تعرفي ان المشكله لما تحاول تبقى اقوى منك، حاولي انت تبقي اقوى منها. انت مكانك ورا، ايه اللي جابك قدام؟ اصل بفض نفسي عليك، انت بتفضي نفسك عليا ليه؟ انا رميتك من ورا من 3 سنين أو 4 سنين، ليه بتنطي كل شويه؟ مونولوج التحول في حياه انتصار، اللحظه اللي فيها شخصيتك اتغيرت، بقى فيها طباع شبهك اكتر زي دي. يعني بقيتي بتمنتجي كتير، بقيتي عارفة سكتك، بقيتي عارفة بتقفي عند إيه وبتعدي إيه بتدوسي عليه. اللحظة اللي تحولتي فيها للشخص ده. لا أنا من يومي كده. من وانتي صغيرة؟ مولودة كده؟ مولودة بجد؟ مولودة كده؟ حتى لما تقابلي زمايلي اللي كانوا معايا في الكلية يقولك انتصار الزرزورة. مفيش موقف في حياتك قررتي فيه تتمردي وتبقي انتصار؟ أنا متمردة دايماً. من صغرك؟ أنا متمردة دايماً وانتصار دايماً. طيب البنت ما بتختارش أبوها والأب ما بيختارش بنته. أب حافظ للقرآن زي ما قلتي وزاهد في الحياة وسعيدي، وبنت عندها طموح وعايزة تبقى ممثلة، ده ما كانش عامل أي نوع من أنواع المشاكل في حياتك ولا اضطريتي تتمرضي؟ لا أنا عايزة أقول لك بقى معلومة عن الصعيدة كل الناس مش عارفاها. أنا صعيدية على فكرة. أيوة. الناس فاكرة الصعيدة إن هم مقفلين ومش مؤمنين بحرية المرأة ولا قوة شخصية المرأة. الصعيدة كم التفتح العقلي والنفسي اللي عندهم غير عادي. الستات في البيوت في الصعيد بتحكم وتؤمر. الجدة في الصعيد دي، الجدة دي بتحكم على رجالة تحت منها كده. مفيش في الصعيد تشدد على الطلاق؟ لا لا لا، مضايقك مزعلك ده يطلع عينه، انت ازاي تجرؤ وتزعلها؟ ست غالية جدا هناك، ليها قيمة. هم في مفهوم غلط اللي هو بيتصدر في الدراما بس هو مناطق يعني ومناطق. لما لقوني مناطق ومناطق، مفاهيم ومفاهيم، مش كلهم زي بعض، مش كل المناطق زي بعض في الصعيد، بس كلهم عندهم احترام للست. لا هي الست هتفرض احترامها كده كده في اي حته. لا بس في الصعيد يعني ليها وزن. الست المصريه هتعمل اللي هي عايزاه مكان ما هي عايزه. بس في الصعيد انا قصدي ان هم فاكرين ان الدنيا مظلمه تحت. الدنيا مش مظلمه خالص. وفي الصعيد بيسمعوا كلمه الست، يعني يسمعوا رايك. مش لا انت هتتجوزيها، هتتجوزيها مش هتخرجي، بالعكس بيسمعوا رايها. يقول لك هي مش راضيه، هي مش حابه، هي ما بدهاش تعمل كذا. ده انا عايزه اقول لك ان اللي فرحانين بيا اهلي اللي في الصعيد. بس والدك ما كانش رافض خالص، عمره ما رفض ولا رفض. في الاول كان متخوف ومش حاسس ان انا ممكن انجح في الموضوع. لكن لما بدا بقى يشوف اخبار في الجمهوريه، كان زمان جمهوريه واخبار واهرام، لما بدا يشوف بقى اخبار وكده بدا يقول ايه ده، دي بتتصور و تطلع في مش عارفه ايه. بدا يحس انك قادره، انك عارفه. وبعدين هو من وانا اصغر كبيره. فهو من الاول مربيني ان انا انت قويه، انت مش زي التانيين، انت تروحي الامتحان لوحدك، تروحي تجيبي رقم الجلوس بتاعك لوحدك، وتروحي تجيبي نتيجتك لوحدك. ووالدتك
كانت داعمة برضو في رغبتك في التمثيل وكانت جنبك وكانت داعمة ليا ودعمها واضح. هو دعمه ما كانش واضح. يعني بتحس انه في رفض. ما بيكلمنيش ساعات. فتبقيش فاهمة في ايه الموقف مش واضح. فاللي هو ايه يعني مش... بس لما بدأت الحكاية تبان بقى الدعم بقى واضح. بس خلي بالك هو سيدنا تحمل مسؤولية اختياري. انتصار عندها نزعة متحررة كده في شخصيتها، في تصريحاتها، في تعاملاتها كلها. حسستني أنا شخصياً أن أنت مثلاً عندك موقف من شيء محافظ. يعني أنا مثلاً توقعت أن أنت تكوني تربيتي بشكل محافظ شوية وأنت غاضبة على ده فبقيتي أو العكس متحررة بالشكل ده. أو العكس دلوقتي أنت بتوريني العكس. أن أنا تربيت كده فمستغربة من اللي موجود دلوقتي. مش ان انا متمرده على الماضي بتاعي او التربيه خالص. انا متربيه كده انك تتكلمي، انك تقولي، انك تحكي. بتخبي ليه؟ انت بتعملي حاجه غلط؟ ليه بتخبي؟ وراكي ايه؟ ما تخليكي واضحه كده وتحكي كل حاجه لكل الناس عادي. خلي حياتك مفتوحه، كتاب مفتوح. ليه اقعد ادور وافكر؟ ليه بتعملي ورا البرافان؟ بتعملي ايه ورا البرافان؟ ما تبقي قدامنا هنا في الوضوح. ليه بيعملوا ورا البرافان؟ عدم ثقة بالنفس وخوف من حكم الآخرين عليهم، أو بتعمل حاجة غلط. بتهتمي بحكم الآخرين عليكي؟ خالص ولا شوية صغيرين؟ بس بتضايق من النفوس المريضة لما تبقى ماسكة مناصب ويبقى ليهم حكم فيأثروا على الآخرين بإن في كتير يعرفوا يعني دي وضعية فيقدر يقول، فبيقول حاجة غلط مثلاً. على فكرة عليا وعلى الآخرين في العموم. أنا ما بحبش بقى النفسيات المريضة دي لما يمسكوهم حاجة، عشان كده لما من تتملك رأيي إيه؟ لما يتملك. لما يتملك. عشان كده رأيي إن قبل ما يمسكوا حد مناصب يعملوا له جلسة نفسية. يعني في دكتور يقيم هل ده ينفع يدخل الحياة العامة يحكم فيها، يبقى صاحب مثلاً إمضى صاحب مركز ولا لا؟ عشان احنا عانينا كتير من الناس دي، تعبنا. احكي لي عن المعاناه دي. تعبنا من الله يخليكي. احكي لي عن المعاناه دي. امراض بقى. احكي لي عن المعاناه دي. المعاناه دي مبدئيا كده يعني نمره واحد يعني اوان بيجيب كل قرايبه يشتغلوا في حواليه، فما بيديش الفرصه اللي يستحق ان هو يتعين او يشتغل او ان هو يمارس هوايته اللي اتعلمها وتخرج من الكليه عشان يعمل ده. في الفن وفي كل المناصب ولا في مناصب محدده؟ في كل حته في الدنيا. شغل قرايبك ومعارفك. على فكره انا مش ضد ان حد يشغل ابنه او يشغل بنته، عادي، دول ولاده، بس يبقى مؤهل للمنصب. ده في تعيين ابناء العاملين، ده موجود نسبه في الحكومه اسمها تعيين ابناء العاملين. لكن مش البلد كلها. دي البلد كلها جبتها. يعني تلاقي تخش على مكان كده يقول لك كل دول من البلد بتاعه المدير. دي نفوس ضعيفه. انت قفلت في كام فرصه على كام شخص؟ بتشوفي ظاهره ابناء الفنانين ازاي؟ توريث الفن. على فكره شايفاها ظاهره كويسه جدا وحلوه كلهم موهوبين؟ وماله السوق بيثبت ان كانوا موهوبين ولا لا؟ لان دي مهنه ما فيهاش مجاملات. بس هو ياخد فرصته، لان هو اولا هو مؤهل من البيت ان هو يشتغل. لانه مارس مع والده المهنه دي من غير ما هو يحس. من مشاهدة الأفلام، من الأعمال بتاعت والده، يروح مع الاستوديو. في ناس بتيجي المسرح مع من هم صغيرين مع أهليهم. مولود في بيت فني. بيت فيه فني. اتدرب، ده اسمه تدريب منذ الصغر. فبقى في دمه الحكاية. بس هو طلعت هو في أبناء فنانين غير موهوبين طلعوا وأخدوا فرص؟ السوق هيرفضهم. الشغلانة هتلفظهم لوحدها. الجمهور دلوقتي بقى بيشتري أي حد؟ لا. الجمهور احنا ظالمينه طول الوقت، نقول اصل الجمهور عايز كده، الجمهور مش عايز كده. انت اللي عملت كده. الناس اللي في الشارع بيكلموكي على فيلم الارض بتاع محمود المليجي. الناس ايش يعني فيلم الارض؟ تحسي انه فيه عمق. الناس بتحب فيلم الارض. ده حقيقي. الجمهور بيفهم على فكره. صحيح. وعنده وعي. مش صحيح. هتشربه حاجه بالمعلقه بالعافيه عشان انت ليك مزاج تعمل كذا. مفيش حاجه اسمها الجمهور عايز كده، ده كلام صحافه. زي السؤال انت سالتيه من شويه ده بتاع توريث ابناء الفنانين للمهنه. ده صحفي قاعد بيشرب قهوه ومنور الاباجوره. لا، هو في ابناء فنانين بياخدوا فرص
ممكن قوي يبقى يستحقوها ناس تانية أكثر موهبة. بياخد الفرصة. وفي أبناء فنانين بياخدوا فرصة واثنين وثلاثة، وإحنا كلنا شايفين على الشاشة هو مش موهوب. موهبة دي حاجة من عند بس ربنا. مش هيستمر. ما فيهاش اجتهاد. بس مش هيستمر. مش هيستمر، ومش بس عشان مش موهوب، لأن ما عندوش الشغف. ما هو أنت لو شغوفة بشيء مش هتسيبيه. مش هتسيبيه. ومش هتعدي فيه مرور الكرام. طالما عندك شغف هتباني في اللي بتعمليه. فأحياناً هم نفسهم ما بيستمروش بعد دور والتاني والتالت بكتير قوي، هم ما عندوش الشغف. فهم مش مستمر، مش موجود. ما بيفضلش مكمل، ما بيعملش. فبيقعد. قوليلي لو حياة انتصار مسرحية، لو رواية على المسرح، تنفع تبقى اسمها ايه؟ مسرحية كوميدية مادية. هايل. يعني سخرية كوميدي فارس. بس عاملة زي إيه الكوميديا السوداء كده، زي إيه نجيب الريحاني كده، اللي هو هم يبكي وهم يضحك. هم يضحك. وفي عز ما الهم تلاقي نفسك بتضحكي. أنا هبقى كده. انتصار أبعد ما يكون عن الأقنعة، بس أكيد فيه ولو قناع واحد بتستخدميه أحياناً، حتى لو حفاظاً على مشاعر اللي قدامك. برستيجي. حفاظاً على برستيجي. على مشاعر اللي قدامك. على إنك تخبي حاجة مش عايزة تقوليها. بلبس ساعات قناع اللي هو اللي لا تعليق. عشان اداري قد ايه انا بحتقرك. قد ايه انت تافه. فبلبس لا تعليق. او اللي هو العادي. بس قد ايه انت بني ادم ارخص من يعني. بس بتلبسي كتير؟ لبستي لمين اخر مره؟ يعني واحد بيجي يتصور مثلا بيحط ايده على كتفي ما يعرفنيش. يقول لي معلش ثانيه يا فنانه. طب جايب الجرأه دي منين؟ يعني لو اختك ماشيه بتتصور مع حد اسمها جرأه؟ الوقاحه. هتسيب حد يحط ايده على كتفها؟ مامتك هتسيب حد ليه؟ انا هتحط ايدك ليه؟ انا مباحه يعني ليه؟ ليه؟ مستباحه ليه؟ طب خلاص ما تضايقيش نفسك. يوم حد ايده على كتفي برضه بس من بعيد. انت مصر بس اطلع في الصوره كاني حاطط ايدي على كده. ايوه ما كده خلاص. وانت من بعيد. انت مصر. دي وجهه نظرك يعني، وانت عايز تحققها برضو. ماشي. اعمل ايه في الموقف زي دي؟ لا تعليق. وش لا تعليق؟ لو حصل حاجه ضايقتك من حد قريب منك ممكن تلبسي له لا تعليق؟ قريب مني لا، هتكلم ده قريب بقى يعني اول باول لازم بتعاتبي لانه قريب، فانت هتشوفيه كتير في حياتك، فلازم اول باول تقولي انا مش هتعرفي تتعاملي معاه بعد كده. فلازم اول باول يعني تفهمي. او تعرفي طبعه بقى وتخرسي خالص بقى. خلاص بقى خديها على عيبه. خدتك على عيبه. يعني مش معقول كل يوم هتبداي تتكلمي. من الفصل الاول لفصل الصراعات مع انتصار. كل بطل على المسرح بيعدي بصراع، صراعات، صراع مع الأقدار، صراع مع الأشخاص، صراع مع نفسه. انتصار، إيه الصراع اللي عديتي بيه مع الأقدار وكان تقيل؟ أنا كان عندي صراع مع الزمن، وده صراع صعب قوي. يعني الأقدار اللي هو مواقف تصرفات حصلة، لكن في صراع أقوى بقى مع الزمن، إنك بتتخني مع الوقت. الوقت اللي أنت هتنتشري فيه، الوقت اللي انت هتتعرفي فيه وتبقي بتجيلك ادوار وتبقي واخده مساحه يعني موجوده بقى، الوقت اللي انت عايزه تعملي للفنانه دي اللي انت طلعتيها سي في. بتعدي وعندك صراع؟ بعد طبعا. بعد طبعا، وعامله يعني زي توقيتات زمنيه يعني. ساعات ابص على الزمن كده. انتصار ما بتخافش تحس انه ممكن يجي وقت عليها تبقى مش مرغوبه من الرجال؟ مرغوبه من الرجال؟ ان يبقى عندك فرصه تاني في حب وارتباط وحياه ولا ما بتفكريش في الموضوع؟ ياما كنا مطلوبين. زهقنا بقى. ايه كنا دي؟ زهقنا دي؟ ايه ما بنقولش الكلام ده؟ ما بنقولش الحاجات كده. لا لا اكتفينا. لا يعني. بجد اكتفينا؟ لا زهقنا بجد. طبعا انا عمري ما خايف ان يكون مرغوبه او غير مرغوبه، من كم ما كنت مرغوبه. انت لو اعجبتي بحد ممكن تاخدي مبادره، تاخدي خطوه؟ طبعا طبعا. بس في كهربا كده يا جماعه. ايوه
يعني في يعني مش معقول احنا عديمين الاحساس بقى. اكيد لا، لازم في سنس يعني. المفروض ايوه يعني المفروض عندك سنس. ايوه مش معدومه ال لا طبعا. فساعات بتحسي بالكهرباء كده. ايوه بيقولوا ما بتكذبش الكهرباء دي، ما بتكذبش، ربانيه صح، دي من عند ربنا، لا بتتعمل ولا بتكذب، لا دي صدقه جدا. لو قابلتيها هتدوسي ولا هتقولي اكتفينا؟ في الطاقه العاديه. ايوه يعني بتبقى في الطاقه بتاعه المكان. اول ما بتحصل دي طاقه مكان اهي توصلك خلاص، والعيون تتلاقى. ايوه في وسط الزحمه فتحسي ان القلب عمل دم 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 فجاه، الكون كله بيعمل احتراما للحظه دي. وهنا حدثت الشراره الاولى، ولنا هنا وقفه. وغالبا بتكمل اللحظه دي اكتمال حلو لانها لحظه ربانيه. يعني مش لازم العلاقه تكمل، مش لازم تتجوزوا وتخلفوا صبيان وبنات، بس مؤكد هتحصل حاجه حلوه. حتى لو شهر يوم، حتى لو في الساعه دي هنا الود حصل، حتى لو اللحظه دي بس، حتى لو هي صادقه وحقيقيه في ود هنا. الارواح طلاقت، هتلاقي انت عزيزه على قلبه قوي وهو عزيز على قلبك، ودايما يطلب مصلحتك ودايما يتكلم من وراكي حلو، وتلاقيه كده بيوسع لك السكه حتى من غير ما تحسي بيه. يعني دايما تقولي الشخص ده انا بأتمنه وده في ظهري، مش هيغدر بيا. اخر شراره بالشكل ده حصلت في حياتك كانت قريبه ولا بعيده؟ لا بعيده بجد. هنعمل ايه بقى، بس دي كهربا ما تقدريش عشان كده الحب جميل طبعا، والشراره دي جميله طبعا، وفيها بقى جراءه ومغامره، وتحسي الدوره الدمويه بتاعت جسمك، وتحسي ان قلبك، وتحسي انك صبيتي وحلويتي، وتحسي الاكل ليه معنى والنوم ليه معنى والصحيان ليه معنى، دولاب هدومك ليه معنى. انتصار ما بتحبش الانضباط؟ لا بالعكس بحب الانضباط جدا. في صراعاتك مع اللي حواليكي، المخرجه كامله ابو ذكري طلعت من مسلسل ذات قالت انك ممثله عظيمه وقديره، بس مش هشتغل معاها تاني لانها مش منضبطه مش ملتزمه. ايه؟ انا والله عايزاها تبطل تتكلم في البرامج كده، مش صح يعني، مش حلوه يعني الشكل. طب انت بتتكلمي في كل حته. بس مش بتكلم عليها. بجيب سيرتها ابدا. غير بكل خير يعني، ذات اخرج كذا واخرج الاستاذ خيري شارة وكمل، والدنيا باسم سمرة نيلي، الدنيا حلوة يعني. لكن أنا مش حابة إن هي تطلع تتكلم في البرامج كده يعني. ما حبيتش إن هي عملت كده يعني. فأصل هي بتتأخر وأنا مش هشتغل معاها. طب ما تشتغليش يعني، ما حدش ضربك على إيدك وقال لك اشتغلي معايا بالعافية. واطلعي اتكلمي على أعمالك، اتكلمي على نجاحاتك، اتكلمي عن شغلك، واللي يجيبك يجيبك عشان شخصك، مش يجيبك عشان تزمي في زمايلك. عيب لما الآخرين يستغلوكي، ما تبقيش ضحية. انت كبارة، انت جامدة، انت من أهم المخرجات الموجودين في الشرق الأوسط. كلمي عن نفسك. وعلى فكرة أنا بحبها، دي صاحبتي. فأنا يصعب عليا إن يستدرجوها في البرامج. بس هي قالت مش هتشتغل معاكي تاني، لكن هي بتقدرك وبتحبك. يعني هي بتشكر فيكي كممثلة وبتقول إنها بتقدرك وبتحبك. بس أنا ما حبيتش إن هي تطلع تتكلم في البرامج. يعني ما بحبش مشاكل العمل تطلع على تبقى بتتداول في البرامج يعني. بحبش. كواليس الشغل المفروض تفضل في الشغل. ما حدث في روما يبقى في روما. طب انتصار بتحب تفضل اطول وقت ممكن على المسرح؟ تصريحات مجانيه على طول حطاكي على المسرح، بتحبي احساس ان انت على المسرح؟ لا ابقى على المسرح اعمل مسرحيه. انا عشان كده امسك الميكروفون. انا قصدي على المسرح. قلتها يعني بسلاسه. قلتيها من قلبك قوي. على المسرح. لا لا لا. ضحكتي عليا في السؤال بابتسامتك الرائعه. لا انا قصدي على المسرح يعني ترند متداوله. لا خالص، انا بطلع ترند لوحدي. ايوه من غير ما اقصد. ما انت بتتكلمي جمله بتطلع ترند، تقعدي متداوله. طب اعمل ايه بقى؟ طب يعني مفيش جمل او تصريحات من دي مقصوده؟ ولا تصريح من ده مقصود خالص. انا حقيقيه، بتساليني بجاوب، اجابتي مختلفه بقى، ده مش ذنبي. مش متصنعه. مش بقلد الناس التافهين المتحنتفين الكدابين المتصنعين. انا حقيقيه بجاوب اجابات حقيقيه. ومش بتخافي من المجتمع؟ واخاف من المجتمع؟ ومش بتخافي تصطدمي بقيمه؟ قيمه ايه وانا ضد قيم المجتمع؟ لا طبعا مش ده المقصود. وانا ضد الصح اللي في المجتمع ده. انا بقول لك انا حقيقيه يعني، انا من الشارع. رجلي على الارض،
يعني أنا في الواقع، فبرد من الواقع، مش برد من خلال الأضواء الساطعة والفنانين الرائعين والزيف، لا، رجلي على الأرض. هتسألي سؤال هجاوبك إجابة حقيقية، ولو فيها يعني صرامة شوية أو صعوبة شوية أحاول أجمل الإجابة، بس هقول الإجابة. عندك تصريحات ساعات بتعمل لك مشاكل؟ ايوه. اترفع عليكي قضيه؟ قضايا؟ قضيه، انا بقول قضيه. أنا خلاص مشيها قضيه. انا بتاع القضيه. مشيها قضيه. انت مش مقدره مين قاعد معاكي. انت لما جيلك قضيه بتعليل قلتي انا بفرج ابني على كذا، انا حكيه لابني كل حاجه. أنا كان هو ده؟ انا ولا قلت كان هو ده. ما انا خلاص دلوقتي بقيت اطلب كارنيه صحفي. عايز تعمل حوار معايا يا حبيبي، بعتي كارنيهك. بجد؟ وخلي رئيس التحرير يكلمني. بتعملي له فيش وتشبيه؟ طبعا. لا، مواقع الكترونيه غير مرخصه خلاص، لان انا بفرج ابني. وفي ام هتقعد تفرج ابنها؟ هو اي هطل في الكلام؟ انت ما قلتيش كده؟ لا، ده اتقال عن لسانك وانت ما قلتيهوش. وتعالي نراجع المصادر تاني واقول لك انا الصحفي ده عمري ما شفته في حياتي، او البنت دي انا عمري ما شفتها في حياتي. هو أنا قاعدة يا جماعة حاسب على الفاتورة؟ كل صحفي وكل موقع إلكتروني مش مرخص. لا، هو أنا صدقت ده عشان أنتِ برنامج نفسنا عندك قلتي أنا اللي بشوف وأنا حرة. أنا بشوف. قلت ابني بيشوف؟ ما قلتش، هم قالوا. فده اتلف. أنا حاسب على الفاتورة دي ليه؟ فأنا تهيألي عايزة أقول تصريح أصخم عشان أخلص من التصريح الأولاني. سترك يا رب، خشي. خشي. سترك يا رب. وأنا ما عملتش حاجة، أنا قلت في ناس بتشوف. بناء على المحرك اللي بيجيب لنا النتائج. هو يمكن ده تصدق لما انت في نفسنا قلتي انا بشوف انا حرة، قلتي حاجه يعني بالمعنى. يعني هو رد هزار اكتر، يعني زي ما انا قاعده بهزر معاكي دلوقتي. وعلى فكره رد هزار ده راح مكبر الموضوع وخلى انا بهزر معاكي ومتحمله كل نتائج هزاري. يعني بقول برضو اجابات غريبه، انا شايف، بس انا متحمله كل النتيجه. انا شايف، لان انا مش هقدر اغير من طبيعتي في الانترفيوهات عشان خاطر طول الوقت خايفه احسن حد ياخد مني تصريح، احسن في البرنامج يقطعه حته. لا، ما بتخافيش من التصريحات؟ عشان كده بسالك الاسئله دي، عشان كده عماله اقول لك تصريحات مجانيه بتطلعي بوم. ما انا مش عايزه اغير من طبيعتي، خايفه. خايفه ارتعب من اللي بيعملوه. فابتدي ابقى وانا بتعملي معايا انترفيو ابقى لا، احسن هم بياخدوا كل كلامي يقطعوه. احسن هم دايما يقولوا انتصار بت، احسن يقولوا ان انا لا، هيفقدوني هويتي. كده وطبيعتك كده والناس بتحبك وانت كده. هفقد هويتي طبعا. بيقول لك هيبقى زي الغراب اللي راس على السلم، لا طل غراب ولا فوق شافوه ولا لتحت سمعوه. انا هتحاول ابقى كده؟ لا، انا مش هسمح لهم يحاولوني يبقى كده. عايزين يكتبوا يكتبوا، عايزين يقطعوا يقطعوا، عايزين يرفعوا قضايا يرفعوا قضايا. انا عندي 13 محامي، انا ماشيه ب 13 محامي. يا رب بقاش كده. بقول لك لو حصلت لك مشكله تعالي لي، مش هدفعك حاجه. عندي طبعا محامين، مش هتدفعي، ما تخافيش. يعني انا ممكن عشان نعتبرها تعارف. دي الجرأه؟ دي الجرأه؟ ولا انت عندك حته عنف لما حد بيجي عليكي بيضايقك بيزعجك؟ بصي، انا اخويا محامي اساسا. محمد اخويا محامي، وانا تجاره وكانت جنبي حقوق. فانا طول الوقت كنت اقول لنفسي وانا ليه ما دخلتش حقوق؟ بس هي كلها نظري قوي. فطول الوقت كان نفسي ابقى محاميه. فلما حصلت مشاكل بدات اقرب شويه من المحاميين، يعني كنت لو اتعامل معاهم من بعيد. يعني ما كانش في وقت. بدات اقرب منهم واقرا معاهم واسالهم. في الفصل الأخير من المسرحية دي، في مورال طلعتي بيه من كل حاجة عديتي بيها في حياتك، الفصول اللي اتكلمنا عنها، الصراعات والبدايات. عدة مورالات. اديني مورال منهم. تاخدي العنوان؟ اديني العنوان. الكبير بقى اللي فوق قوي. اديني العنوان. خدي الكبير. من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه ويحرم علينا اجتماعه. ايه الجرح اللي مش بيلتئم في حياة انتصار؟ الظلم. مين ظلمك؟ والظلم دي تحتيه كذا حاجة. يعني تحتيه التنمر، تحتيه اللامبالاة، تحتيه التحقير، تحتيه إنه حد يتخطاكي. يعني حد كده يخش يسلم كده وبعدين يقوم متخطيك ومسلم على بعدك. كل ده ظلم. الظلم بكل معانيه ده صعب. إيه اللي يخوف ست جريئة زيك؟
الظلم برضو؟ الظلم أصله قوي جدا، يعني خوف أقوى 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 حد. الظلم ده تحتيه حاجات كتير قوي، تحتيه كذب، تحتيه خديعة، خيانة، غدر، كل ده ظلم. امتى اتظلمتي ظلم وجعك قوي مأثر عليكي كده أو مأثر فيكي كده؟ لا أنا ظلمات. قولي لي ظلمايا منهم. لا بس امتى بقى يقع الظلم ويبقى ظلم وما تنسهوش؟ امتى؟ لما يقع عليكي وتتقبليه وتنكسري. لكن الظلم لما يقع عليكي وتنتصري للحق وتفضلي ورا الحدث لغاية ما تمحي هذا الظلم عن نفسك أو عن الآخرين أو حتى تعملي أي مبادرة، يعني اللي هو يعني حتى كده يعني فلفصي حتى إبي من المية حتى بك 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 كده، يبقى انتصار. يبقى انتصار، ساعتها ما يبقى الظلم. فأنا طول الوقت في هذه القضية، من أول شجرة بتتقطع في الشارع، من أول ما رصيف مكسور، من أول ما حد بيكسر لي فانوس عربية أو بيطلع يركن فوق الرصيف، لحد الشغل عندي لما بيحصل حاجة عندي أو تحصل ظلم يقع على أولادي أو أنا طول الوقت بنتصل لهذه الفكرة. يعني طول الوقت عايشة دور الحقانية يعني، بس أنا مش ملاك برضو يعني. أكيد يعني ما تبصليش البصة الحلوة دي، مفيش ملايكة على القلق. بس عجبني عجبني أنا حقانية دي عجبتني، بصة الانبهار دي يعني عجبتني. إيه اللي يكسف ست جريئة زيك؟ الحب، الشرارة، لو لما تبقى من طرف واحد. بصراحة يعني بتكسف جامد يعني. حبيتي من طرف واحد أو حسيتي من طرف واحد؟ كان من طرفين، ولكن أنا كنت أقوى في الحب والمشاعر عندي أكتر، فكانت هو المشاعر عنده أقل. فهو هنا يعتبر من طرف واحد. لكن جو بقى أنا حب وهو مش حاسس ومراوح، هو لا مش واخد باله، ما بعملش الخطوة دي أبداً. وبنصح كل ست اوعي تعملي الخطوة دي، ما تقلليش من نفسك. في مليون واحد يتمنى يحبك، في مليون واحد يتمنى رضاكي، ما تحبيش من طرف واحد. وما تنتصريش للفكرة دي، تقولي أنا هحاول ألفت نظره، هحاول أخليه يحبني. طالما ما فيش الشرارة متساوية من الطرفين، ما تخديش التجربة دي، هتخسري كتير جواها. وعايز أقولك بقى أن أقوى حاجة بتكسر الست هو قلبها. طبعا طبعا، لا فلوس بقى ولا مناصب، هو بصلتها، قلب الست بصلتها. فما تكسريش قلبك، قلب الست هو قوتها. قلبها ده هو اللي برافو عليك، بصلتها. تقول أروح المشوار ده ولا لا؟ لو قلبها نقي وسليم هتعرف تتحرك ازاي. صحيح. قلبها لو مصاب ومعطوب ومجروح هتتخبط وهتخسر كتير. والراجل هو أول واحد مش هيرحمها طبعا. والراجل يحب الست اللي قلبها قوي وعقلها قوي طبعا، لو انت بتبحثي عن الحب يعني. طبعا، هو في شيء من الأمان كمان الست بتمنحه للراجل، مش الراجل بس اللي بيمنح أمان، هو بياخد قوته من امرأة قوية. صحيح. زي أمه. فحافظي على قلبك، قلبك ده ذهب ما تخسرهوش، صونيه. صحيح. إيه الأمنية اللي تمنيتيها وفات أوانها من غير ما تتحقق؟ إني أوصل للعالمية. لسه؟ فاتي الأوانها تتحقق. هيجيبوني إمتى؟ هيجيبوني إمتى؟ ما فاتش، ما فاتش ولا حاجة. مين عارف، يمكن وانت خارجة من هنا فعلا. مين عارف، يمكن الحلقة دي، يا ممكن الحلقة دي تفتكري تترجم وتذاع. مين عارف. على فكرة وليه لا برضو يعني أنا شايفة برضو أن الواحد لما يبقى مكسر نفسه مكسر الدنيا محليا، دي في حد ذاتها عالمية. فإن نجاحي ببلدك، نجاحي في مكانك، اعتبري دي عالمية. حقيقي حقيقي. وعندنا نجوم كده على فكرة. زي عمرو دياب. صح. أنا لازم أعمل معاكي حوار. لازم أجيبك ضيفة في برنامج. يلا بينا. كلامك حلو. يلا بينا. دلوقتي مونولوج النهاية. هتقومي تقفي على خشبة المسرح وتقولي لجمهورك أي جملة عايزة تقوليها من قلبك، بصدق، بدون أقنعة، بدون افتعال، وده أبعد ما يكون عن انتصار. فأنا مطمنة. يعني أجي هنا؟ تنطلقي على المسرح. أنا لما جيت أشتغل على المسرح ده، دخلت مسرح الريحاني، فبقيتش مصدقة.
في عز ما البروفة شغالة والناس مندمجين، قمت أنا طالعة فوق خشبة المسرح دي، طلعت عليها ووقفت كده على المسرح وبصيت على البناوير وبصيت على الكراسي وبصيت على الستارة وعلى السقف، وقلت معقولة أنا واقفة على نفس المسرح على نفس الخشبة في نفس المكان اللي وقف عليه الريحاني وبديع خيري وماري منيب وعادل خيري واسماعيل ياسين وتحية كاريوكا فايز حلاوة زينات صدقي رايا إبراهيم زينة الصدقي؟ إيه ده؟ أنا وقفت إيه ده؟ دي الكراسي اللي جم الفنانين بتوع الزمن الذهبي يتفرجوا على الزمن الذهبي للمسرح. الكراسي دي كان قاعد عليها أنور وجدي وليلى مراد ورأي إبراهيم. إيه ده؟ إيه ده؟ إحنا فين؟ إحنا في متحف، متحف حضاري تراثي بيحكي تاريخ مصر. أنا واقفة في وسط العبق ده وقعدت أبص للسقف وأبص لكل تفصيلة، وجريت رحت الأوض، الأوض اللي جوه والأوض اللي تحت الخشبة دي عشان أعرف كانوا بينزلوا على السلم ده، بيقعدوا في الأوض دي، بيدخلوا الحمام ده، بيستعدوا لدخلتهم، وبدأت أشوفهم كأنهم صوت وصورة. وطول ما أنا على المسرح ده بشتغل عليه وأنا محترمة أرواحهم، محترمة العطاء اللي عملوه، محترمة اللي بنى المسرح ده، محترمة الوقت والزمن اللي ضيعوه من أعمارهم ومن وقتهم وفلوسهم اللي دفعوها في المكان ده عشان كل يوم يعملوا مسرحية جديدة يعرضوها على الناس. وكان زمان بقى المسرحيات لا بتتصور ولا كانت بتجيب عائد مادي ولا لا، هم كانوا بيحبوا وكانوا مهتمين وكانوا مستمتعين بهوايتهم، مش مهم يجيلهم فلوس كتير ولا لا، لأنهم كانوا بيقدموا فن، بيقدموا حاجة بيحبوها، بيستمتعوا، مبسوطين، يا بختهم ويا عظمتهم. أنا بشكرهم على كل التراث اللي هم سابوهولنا، وأتمنى إن احنا نبقى قادرين من جيل ورا جيل ورا جيل إن احنا نحافظ على ده وننميه. احنا في مصر عندنا حضارة، عندنا ثقافة، عندنا تراث كبير قوي، ياريت احنا نبقى على قد المسؤولية دي عشان نكمل ورا التاريخ ده.